صور السين بالنسبة للسيد اللي جريتو عليه دابا كان كيصور شنو؟ هذا احنا بالنسبة لنا بتنظيم هذه المظاهرة هذه قدمونا مع اخي ياسف الزروالي ما عمر الناس بقينا على شي واحد لان القضاء هو سيد الكلمة ولكن هذا السيد هذا عندنا ثقة هذاك شاهد وزور لانه احنا ما سبقناش عليه هو اخترق جميع القوانين وجا كيصور هذه المظاهرة لنشر معلومات كاذبة الحق بالامر هو بان الاخ يوسف الزروالي هو شاهد في القضية شاهد وزور مدفوع من طرف جهات اخرى بان السيد يوسف الزروالي شبيه بسيدنا يوسف عليه السلام وسمح له هذه الكلمة عليه السلام دخل السجن دليلا وخرج منه عزيزا كذلك الاخ يوسف الخصال الحميدة ديالو والمعاملة الطيبة والاخلاقية مع ابناء المجتمع كنقولوا بانه غادي يخرج من السجن مرفوع الراس عزيز لان يوسف الزروالي هو كل المغاربه والمغاربه هم كل يوسف الزروالي بان يوسف الزروالي كيف ما كان الحال بانه كيحن على الايتام كيحن على الطبقات الكادحه يوسف الزروالي في بادره بانه استقطب او خدا واحد جات سياره الاسعاف دخلهم المملكه لهذا كنطلبوا من القضاء باش ينصب الاخ يوسف الزروالي ويكذب هذا البهتان وهذا الزور حق السي يوسف الزروالي والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.